يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: المريض بمرض العنجز يحتاج إلى وضع سائل له سمك على الأماكن المصابة في جسمه، فهل يلزم إزالتها عند كل وضوء أم يكفيه التيمم؟ إذا كانت تمنع وصول الماء إلى ما تحتها فإن كان يقدر على إزالتها من دون ضرر فإنه يزيلها، أما إذا كان إنه يتضرر بإزالتها وهي مغطية للمحل الألم، مغطية مثل اللصوق، يمسح عليها. نعم.